طبعا في برنامج اسمه المسؤولية الاجتماعية أقرته الحكومة في جميع الدوائر الحكومية، وهذا المفروض أي واحد يتبناه، حتى الإنسان في بيته عليه مسؤولية، حفظه لنظافة بيته ونظافة الشارع وحرصه على جيرانه. طبعا هذا قبل ما يكون مسؤول اجتماعي، تراه دين. القيم اللي خذناها من الدين هذا عظيمة جدا، حفظك لجارك ولعيالك وللناس وتربية عيالك، كل هذا دين، هو يعتبر من المسؤولية الاجتماعية. الآن يقولون المسؤولية الاجتماعية للدوائر الحكومية ما في شك، لكن أنت كراعي كصاحب بيت وكرب أسرة ترى عليك مسؤولية اجتماعية لا تقل عن الوزارات والدوائر الحكومية. حافظ على بلدك، حافظ على بيئتك، حافظ على أنك تكون ممثل دينك وممثل لبلدك بالشكل الصحيح في كل أمورك، في أخلاقك، حتى في سيرك في السيارة تمشي بالطريق الصحيح. ف 1396 أو 95 هجري في الجنوب كان أحد المقاولين من قبيلة عتيبة ماسك خط طبب سودة، وهذا الخط تخيل مسوى من عام 1395 في هالجبال، وجبال السودة اللي راح لها الآن، وها ما شاء الله إلى الآن والخط من أجمل الطرق، وكان من ماسك المشروع هذا كامل وحاط معداته هناك. سعود بن برجس المريبض العتيبي ونعم موجود، والله يطول عمره يمتع بالصحة والعافية هو وإخوانه. يعني تخيل هالكلام هذا متى، يعني 47 سنة أو أكثر. الله المستعان. يقول يا أبو عبد العزيز حنا جالسين في الكامب تونا قاعدين نشتغل في خط طبب السودة، وطرق صعبة والإمكانيات كانت قليلة جدا، يعني المناطق ذيك من 1402 ما تطورت، نتكلم عن. يقول حنا جالسين في الكامب، يقول تفاجأت ويجوني حمولة طيبة من جبال رجال ألمع، عبد الوهاب المتحمي وأخوه سعود، ونعم والله، ومعهم جماعة ولابسين زيهم الأصلي والله، ويشوفون هالزفلت اللي بين أبها وبين السودة والشغل وهالمعدات اللي يا الله وصلت هالمنطقة. جو قالوا يا أبو سلطان حنا طالبينك. قلت أمروا إنسان في يدي يبشروا. قالوا حنا نبيك تشق لنا عقبة الصمة، عقبة الصمة اللي راح يا أخوان 7 كيلو لكنها 100 كيلو جاية إفعوانية على شكل حية، ترى 7.5 كيلو لكن عشان تنزلها عمودي، يعني خطرة، خطرة جدا. لا إله إلا وقدموا على وزارة المواصلات في ذاك الوقت، وكانت الدراسة إنها ما كانت يعني مجدية. نعم. قبائل تحت وبإمكانهم يطلعون عن طريق الجمال والبعارين. صحيح. فحنا طالبينك تشق لنا العقب. يقول له أبو سلطان الله يطول عمره، يقول أنا عارف العقبة وعارف إن الطرق هذه وعارف إن وش الصعوبة اللي فيها. قلت خير إن شاء الله، أنا جيتكم عزيزة وجاهيتكم هل أنتم جيتوني فيها على عيني وراسي، لكن خلوني أمالي نفسي مع المهندسين، حنا عندنا مشاريع ولا نبي على قولت القاية نتأخر. فقالوا حنا داخلين على الله ثم عليك، والله أن تنجي ناس واجد، حنا ما نبيك تزفلتها، سوها لنا ترابي في وجه العدو. قال خير إن شاء الله. يقول استخرت ولقيت أنها رزق ساقها الله لي، هالناس اللي عايشين في هالجبال. يقول وأخططها تخطيط يعني على قولت القايل، وأبدأ أنا والعمال اللي عندي والمعدات اللي عندي أني أسخرهم على أساس يشقون العقبة. يقول بعضهم يا أبو عبد العزيز تخوف أنه يركب الدركتة الأساسي اللي يشق الخط، هذه يسمونها له اسم الله يعطيني اسمه جنزيرة أو شيء. فيقول حتى أنا سكته ركبت فيه بنفسي. فيقول قعدنا فيه حتى مهدنا لهم الطريق إلين تحت، 7.5 كيلو قعدنا فيها يعني مدة طويلة جدا. حنا والله نشوف فرحتهم وفرحة هالناس يستبشرون، ترى الطرق يعني زي ما تقول شريان الحياة. نعم. يقول عقب ما انتهينا والله يا أبو عبد العزيز جزاهم الله خير، عطونا من الدعاء وعطونا من الكرم اللي ما مثله ولا أول ولا تالي. سبحان الله. فيقول إلى الآن والعقبة عقبة الصمة مشقوقة، جت وزارة المواصلات في عام 1416 زفلتتها لهم الله، وصار الخط الآن على نفس وضعه. هذا الرجل هذا
يذكر في المجالس. صح. هذا اللي إذا قالك الواحد إنه يتصدر المجالس هذا أبو سلطان. ليه؟ أعمال هذه يا أخي تكلف 20-30 مليون ريال. يسخر معداته، ومتى عام 1395 لا إعلام ولا مثل هالمجالس اللي موجودة. بينما تجد الآن ناس يتصدروا مجالس الله يكرمهم كفو أنه يقعد على جنب عشان يتصدر مجالس. والله إنك صادق. لذلك هذه الرجال، أنا ماني بقول الرجل على أساس أنه هذا قدم فعل لبلده، قدم فعل لأهله، قدم فعل لأهل البلد هذه ويذكر عليه. فهذه من القصص اللي أنا أحب أقولها في هالبرنامج، لعل رجال الأعمال ولعل الناس اللي عندهم حقوق على المجتمع أنهم يتذكرون أن لهم للبلد عليهم حقوق. نعم. كثير من الرجال الأعمال يمكن غايب عنهم، لكن ترى هذا خير لك ورزق لك أنك تساهم في تنمية بلدك. صحيح. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهالقصة، وجزاكم الله عني. الله يعطيك العافية يقويك بيض وجهك. ودنا بعد نشوف أبو نايف تعليقك على سالفة أبو عبد العزيز، هالسالفة المفيدة اللي عسى الله ينفع فيها الرجال الأعمال وهالكبار اللي ينفعون البلد بجهودهم. عندي بس كلمة أبو نايف. أنا أقول الإنسان يتكون من ثلاث أشياء. واحدة دينك لآخرتك، لا تهمله. صح. دينك لوين؟ لآخرتك. نعم. اثنين مبداك وش هو؟ لازم يكون عندك مبدأ تمشي عليه. صح. إذا كان عندك مبدأ سليم تراك بخير في الدنيا، سبب توفيقك من الله. فالإنسان صح. إذا كان عنده مبدأ الثالث والله راح عن بالي. الله يعينك. تبي نخلي أبو نايف يساعدك؟ السمعة الحسنة. هو هذا اللي كله تسبب السمعة الحسنة. أيه. كرامة، عطاء، دين. أيه. وكرامة ومبدأ. يا سلام. الكرامة والمبدأ هذا تخلي لك قيام في الدنيا. صح. ومحبة وقبول. طيب انت ما تبي محبة وقبول في الدنيا؟ هذا سلم عليك بيض الله وجهك، صح ولا لا؟ صحيح. نفس اللي سواها الرجل 96 هجري، سوى لهم تحويله 7 كيلو، ما حد درى عنها. ليه؟ عنده مبدأ. نعم. عنده كرامة، عنده شيمة. الآن الرجال هذا يسولفها بعد 50 سنة. نعم. اليوم يسولف في البرنامج. ما كان يرجي أنه يسولف أبو عبد العزيز ببرنامج الجوي. برنامج الجوي. نعم. فالإنسان سبحان الله إذا كانت الثلاث العناصر عنده اللي هي دينه، استقامة دينه إلى آخرته، ومبدأ في الحياة، كرامة. وكرامته أن يحافظ على كرامته، لا تهين كرامتك، أنت كريم. صح. أنت الإنسان أكرم ما فوق الأرض الإنسان. صحيح. ما في أكرم من الإنسان. فإذا حافظت على كرامتك وعلى مبدأك وعلى دينك، ثلاث عناصر، انس كل شيء. آسف قاطع. عز الله أنك صادق. لا والله نستفيد ولا نستغني عن كلامكم وعن تعاليمكم. إحنا نتعلم منكم، ودنا عاد نرجع الحين لأبو نايف. سمت. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلها شاهد لسعود والدينه والإخوان. آمين آمين. هالعقبة سعود بمرجس المريبض، الله يجعل هالطريق اللي افتحها للمسلمين أنها شاهد له. آمين. أنها تجعل في ميزان أعماله. آمين. هذا حقهم علينا. اللهم آمين. الله يجزاك خير ويطول بعمرك. أسلم أبو نايف.